شيعت جموع أبناء مملكة البحرين صباح اليوم جثمان شهيد الواجب العريف عبد المنعم علي حسين إثر استشهاده في معسكر صفار باليمن خلال أدائه لواجبه الوطني. ووري جثمان الشهيد الثرى في مقبرة الحنينية بالرفاع مع حضور عدد غفير من الأهالي والمقيمين بعد أن أدى المشيعون صلاة الجنازة. والشاهد حبيب الله، والشاهد حبيب الله، لا إله إلا. هكذا كان المشهد في مقبرة الحنينية بالرفاع عندما شيعت جموع قفيرة من المواطنين جنازة شهيد الواجب العريف عبد المنعم علي حسين الذي قضى أثناء تأديته لنداء الوطن العربي في الذود عن حياضه. الله أكبر. نظرة وداع، إلا أنها ليست الأخيرة. الشهداء عند ربهم يرزقون، فجنودنا البواسل ضحوا بأنفسهم دعما للشرعية في اليمن الشقيق الذي عاثت فيه ميليشيات الحوثي وصالح الإرهابية فسادا وأوغلت في طغيانها، فكان لا بد من وقفة حاسمة لقطع دابر الإرهاب. الحمد لله رب العالمين. صراحة يعني أي واحد يتقبل خبر يعني أن عنده عزيز راح أو ذي فلازم يتأثر، لكن الحمد لله رب العالمين أنه راح شهيد. الحمد لله أن كانت الشهادة فخر لنا بأن توفى في أو استشهد في ميدان الشرف، فهذا يكون فخر لنا. كانت فاجعة أصبنا بها، إنسان في مقتبل عمره في كامل قوته، زهرة شبابه، يموت على يد ذلك الغاشم المعتدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبه من الشهداء. عكس مشهد وداع الشهداء الأبرار مدى حجم التلاحم والترابط بين الأهالي والسكان من مواطنين ومقيمين الذين توافدوا بالمئات وملأوا ساحة مقبرة الحنينية الداخلية والخارجية التي أقيمت في مسجدها صلاة الجنازة على روح شهيد الواجب. كلنا شهداء للوطن وللمملكة العربية السعودية، وهو من أعز الأصدقاء اللي موجودين اللي توفوا ويانا في العمل، وإحنا نتمنى أن نكون شهداء نفس ما تلقوا الشهادة إن شاء الله. ووري جثمان الشهيد الثرى وأكف الضراعة مرفوعة للمولى عز وجل بأن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ورضوانه.